نعم لا يا زلمة شو إيه عليك ويا دواهيني ويا أموتي وينها الماكينة الحلاقة وينها ماكينة الحلاقة ويا ماكينة الحلاقة واو وين الشحن الرفيق؟ أموتي يا غسيل وين الشحن الرفيق؟ فيصل شغالة ماكينة الحلاقة حدا شافها؟ شو اسمها الحلاقة؟ لا تخيل كان طبخة الناجح شغالة اوعى توقع الرجيلة برجلك انتبه حبيب حبايب الله جبت الحلاقه شفتها شيء؟ جوا عندها شاحن نوكيا هذا يا ربا شوف ماكينة الحلاقه خي مشان الناجح بدي اشعاطه في شيء غير هدول؟ استنى بس بدي اشرح لك هدول يلا بسرعه طيب دقيقه شوي خذ جرباتي خذ الجربات دقيقه بس صارت لي خلفكم لاني انا جرباتي واواعيي لا عليك يا زلمه لحن كنت عم تخاف بس انا بخفف حمل ليه مش شحنت على البطاريات؟ بزحمة الحصار وعجقة الموت اللي عم نعيشه مننسى كتير تفاصيل كانت أساسية بحياتنا وكنا نفكرها مملة، وفجأة وبدون سابق إنذار بتتذكر كل شي دفعة واحدة، وبتتذكر إنك كنت تطلع بالميكرو وتروح لورا ورا الساتر بكتير، وبتصير تقول حصار صغير مع 20 راكب بميكرو بيسع 10 بس بياخدك لوين ما بدك، أجمل بكتير من حصار بأرض كبيرة بس مسيجة بالموت والسواتر. الميكرو مكان بتختلط فيه الروايح، كيس الخضرة مع ريحة الشيخ والصبية الحلوة، وبيختلط صوت إذاعة الشوفير مع صوت شاب عم يحكي مع حبيبته وعم يقلها ربع ساعة وبكون عندك عباب الجامعة. خط اليرموك كراجات هو الخط الواصل بين قلب المخيم وقلب الشام. هالخط اليوم واقف بس القلب لساته عم ينبض. الفرازة راما أحمد خليها راحت معه شحطة بدور كنت هون اهو. ولاد الارض السمرة ضحكتهم غدارة، ولاد الارض السمرة ضحكتهم غدارة، فضيعتهم مرة وفي المنام.